أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من زوم على ثقافة. زوم على ثقافة اليوم سبيسيال، زوم على ثقافة من تونس ومن خارج حدود تونس. تابعونا. زوم المرة هذه خارج حدود الوطن، زوم اليوم من مارسي وبالتحديد من لوفيو بور دو مارسي، وين رفرف علم تونس وترفعت رايتو سور لو فيلاج تونيزيان. الفيلاج هذايا جمع دي زارتيزان، رجال أعمال، ممثلين من الحكومة. المانيفيذية نظمتها جمعية تونس اليوم ولا الاسوسياسيون نيو لوك. زعم الاسوسياسيون هذي عطات جود لوك ولا باد لوك لتونس وللمانيفيذية. هيت نشوف. مارسيليا مون امي دي لانتري ا ليكول افيك توا جي ابري كو لون ا ريان بور ريان انتر لي كو او كور Et se brise sur la gueule, vaincu, bien vainqueur, j'ai trouvé mon chemin. توا ملي وصلنا وحنا تعبين لتوا لقاو اوتيل ويدوروا بينا من بلاصه لبلاصه، هاك شوفت الباجاج فوقنا وحنا ندوروا هكا، مش معقول. ما يجيش نورمال، ما كل شيء يكون بيان اورغانيزي. مش نسور ما دماش ايتيديون بينوفول يخلص مارش قداش عاطيه ليه بجروب وانا قاعد يدوروا بينا لو جا الاوتيل. تو مخلصه الشركه نتاعنا برشا فلوس راهو على اساس اوتيل 5 ايتوال دو لوكس مخلصين 35000 باش نجيو نقعدوا مطيشين كيما هكا، مش معقول. رجال اعمال في الشارع في مارسيليا باش يجيبوا الاستثمار لتونس. الديليغاسيون اوفيسيال الوزراء وسي مشاو للاوتيل 5 ايتوال وخلاو رجال الاعمال يدوروا الى لاجونس يلوجوا لهم في اوتيل. هاو تو 9 نتاع الليل وحنا الشر ما لقيناش شكون حتى يتلاقي بينا. À Marseille, à deux pas des calanques, les merveilles, c'est pas ce qui manque. Tu peux faire le tour de la ville, partout t'as les yeux qui s'écarquillent. C'est en effet un très grand plaisir de vous accueillir sur le quai de la Fraternité, entre le Lacidon et l'Hôtel de Ville, où je vous ai reçu il y a un moment, de vous voir si nombreux réunis ce matin. À l'occasion des journées économiques tunisiennes. Nous sommes venus ici, à Marseille même, pour dire que la Tunisie est ouverte. La Tunisie veut renforcer ses liens avec la France, et en particulier avec une région auquel on a des relations privilégiées. Marseille est aujourd'hui capitale européenne de la culture pour l'année 2013. Et bien entendu, Marseille est une ville très diverse, une ville multiculturelle, de façon très ancienne. Et la culture tunisienne a joué toujours un grand rôle dans l'environnement culturel marseillais. Et dans cette année 2013, année culturelle à Marseille, la Tunisie a toute sa place, bien entendu. اليوم مارسيليا عاصمة الثقافة الأوروبية. نحب نقول في مارسيليا اللي تونس مستعدة أنها تتواصل وتتعاون مع الثقافة الأوروبية وتكون هذه معناتها قاعدة متاع بناء ثقافة مشتركة. أساسها الاحترام، أساسها الحرية، أساسها الديمقراطية، وأساسها ذاك كذلك التنمية. هذه سي ان بيل اوبورتونيتي معناتها كو سوسوا معناتها التوانسة ولا اوتخ سيرتو احنا توانسة على خاطر حاجتنا بالانفستيسمون، يعني باش نوريو اللي احنا فوالا هماش حاجتهم، حاجتهم بالسيكوريتي، حاجتهم بكذا، احنا حابين نوريو ليماج دو لا تونيزي دابخي لا ريفوليسيون، لا فغي ايماج دو لا تونيزي دابخي لا ريفوليسيون، يعني احنا رانا نستناو فيكم يا مستثمرين يا أجانب، يجيو مرحبا بكم، رانا نلقاوكم نعطيكم التسهيلات الكلها. مؤسسة تأمين جينا نشاركوا في التظاهرة ذي باش نتعرفوا على المستثمرين ليزانفستيسور باش تصير ان شاء الله مشاريع لتونس. مثل ديوان الطيران المدني ومطارات والمشاركة نتاعنا هنا باش نقولوا اللي المطارات التونسية المطارات تشرف عليها اللي يشرف عليها الديوان تسند السياحة التونسية. تم تلاقي ومقابلة مع رجال أعمال تونسيين في مارسيليا، تقابلنا بعضنا وعرفنا بعضنا، احنا في تونس ما عرفناش بعضنا. اتحاد الصناعة والتجارة في تونس مهمته مش قاعد يقوم به، اتحاد الفلاحين مش قاعد يقوم بمهمته، السيبكس مش قاعد يقوم بمهمتها. والهدف من اللقاء هذايا كونه استثمار، كونه تبادل علاقات، تبادل شنو؟ احنا حابين باش ناخذوا التجربه والتكنولوجيا من مارسيليا نهزوها لتونس. بالعكس ما لقيناش، احنا لقينا التجارب والخبره التونسيه
انفع. مهم ياسر لتونس، مهم ياسر الاقتصاد التونسي، مهم ياسر علاقات خارجية، مهم ياسر الاستثمار. مشاركة رجال الأعمال في التظاهرة هذية؟ لا مش خاطر مع المناس، فماش فماش الإشهار للتظاهرة هذه. أنا جيت من جربة، وجربة منطقة سياحية وثم وزير السياحة وليزاجونس اللي هي بالسياحة في جربة ما فيهمش. قداش تعطيوا لروحكم على تنظيم التظاهرة هذي؟ نقولوا على 10. صراحة نجم نقول 6/10 فهمتني، وإن شاء الله المرة الجاية يكون 8/10 واللي بعد يكون 9/10 وإحنا نقدموا إن شاء الله اللي نوصلوا 10/10 على الشلاب بإذن الله. اللي راك ما يقولش في مارسيليا ولا في قلب مارسيليا؟ لا في قلب مارسيليا. احنا مشاركين في الصناعه التقليديه ككل. حبيت نقدم التراديسيونيل نتاع جزيره قرقنه. قدمنا منتوجنا المداولي اللي تعرفوا الناس كلها اللي عرضناها سنين قبل. جايين معناها باش نعرفوا بالمنتوج التونسي الصناعات التقليديه. احنا جينا هوني في التظاهره هذيا باش نشرفوا تونس ان شاء الله معناتها، وقينا مبادره طيبه كسوسوا من جمعيه الارتيزانه ولا نحن نحبوا نوروا وجه تونس. فو فيزيتي البي سي با لوان ديسي سي ابان 1h30 و 1h35 مينوت دو فول. Et presque les mêmes cultures, vous mangez très bien, vous dormez très bien. Le soleil là-bas, vous serez les bienvenus là-bas. Vous devez venir et voir la Tunisie, c'est un pays de rêve quand même. جربة حمامات. جينا حبينا معنا باش نوصلوا ميساج اللي راهو تونس لاباس ورانا بخير، وان شاء الله نجي نحاولوا معناها نعرفوا بالتونسي وشنية تونس توا غادي. الأجانب كلهم جاوا فرحانين، والناس ما جاتهم من تونس معناتها بصراحة سنغشف لك كما نقولوها. نحن نتحدوا أي كلمة تتقال فينا، ما نسمحوش لأي حد باش يقول فينا كلمة خايبة، لخاطر التوانسة خدامة الحمد لله. نحبوا نبتكروا، نحبوا نوصلوا، وقاعدين نعملوا في مجهود باش نوصلوا منتوج مش منتوج تقليدي برك، كل شيء، وان شاء الله ربي يوفقنا. يظهر لي اليوم حتى منيف ما تحفل كان كي يبدا الفن والغناء التونسي منور. محمد علي بن جمعة، فوزي بن قمره، محمد جبالي كانوا في الموعد باش يشاركوا ويخليوا كارتاج تحتفي بمارسي، وجاليتنا تشم نسمه تونسيه وتستمتع بنغمه فنانينا. اليوم رينا كارتاج تحتفي بمارسي، يجي نهار ونشوفوا مارسي تحتفي بكارتاج. هيدا نشوف شفت في الفيو بور ناس تحب تسال على تونس وتحب تجي وتسال على تونس لاباس سافا نجموا نمشيو وكذا، واحنا قاعدين كاين اونتر كيمي بدون غرور سفراء، معناها الفنان سفراء معناها نتاع بلاده، معناها لازم يعطي صوره حلوه ويخلي مش يحصله مش ككليون، يقول له بالحق راهي تونس تستحق انك تعمل لها زياره. الثقافة في التظاهرة هذه هي نقطة البداية للاستثمار، نقطة بداية للاقتصاد، نقطة بداية للدعم بتاع السياحة. شوف الخيمة اللي كانت موجودة البارح واللي شفناها اليوم، الدربو اللي موجود في الخيمة فوق الخيمة هو اللي يغني على كل شيء مبدئيا، واحنا فرحانين برشا. شفت انا البارح الناس كيفاش جاية من غير استدعاء، يعني مش ناس واقفة لبرا وتدخل في العباد تقول لا اجا ولا، الناس شافت الدربو ودخلت. من اللي تقالت وتكتبت كلمة وتلحنت جملة موسيقية، معناها الثقافة عندها دور كبير، معناها في أي بلد نشوف عديد البلدان يعني اللي يميزها واللي يعرف بها هي ثقافتها وفنانينها. وكي نحكي
الفن بصفه عامه، غناء، مسرح الى اخره. معناها هنا قيمه الفن هو اللي يقرب الشعوب، هو اللي كما قلت يعطي تصويره واضحه للبلاد هذيك. لنظموا الحفله الجمعيه او كي يلقاو سفاره معاهم القنصليه والسياحه والكل، نتكتلوا الكل للخير للبلاد، خاطر الثقافه تحب ولا ثم شكون ما يحبش، يزلنا نعملوا صوره لتونس. لكن الثقافه يلزمها تكون عندها وقع في الخارج باش تعطي صوره اخرى لتونس وفي في وسط البلاد في تونس وخارج البلاد. اركض الاحلام والاوهام خلف الكلمات ووراء الزمن الهارب اعد الكلمات، كل ما اعرفه اني ظلمت الكلمات. من الاول كنت انطلقنا لمرسي على اساس مرسي عاصمه ثقافيه نحفوها اللي هي 2013 عاصمه ثقافيه للاتحاد الاوروبي. كانت التوجه نتاعنا الاول هو ثقافي اجتماعي وفي نفس الوقت ايضا معناتها سياحي، حبينا نعطيو صوره تونس وجه الجميل مش كيما يصوروا الغرب لينا ولا نحن ساعات مرات كيما نصوروا نفسنا. الثقافة في التبادل الثقافي ومارسي عاصمة الثقافة الأوروبية، ما نبعدوش ولا نبعدوا برشا احنا بثقافتنا على الثقافة الأوروبية. شوف كي يقولوا ثقافة نقولوا فن، كي نحكيوا على الموندو سبيكتاكل لغة عالمية، معناها حتى اليوم كي يحضر فرنسا ويسمع فوزي بن قمرة محمد شبالي ويسمع ياسمين تعزف، هي اللغة عالمية، الفن لغة عالمية. ما عادش تما نفهمك ما تفهمنيش، كيما قلت لكم بكري ليكزومبل، نسمعوا توا في التركي وما نفهموش لكن نحسوه، والفن إحساس. إذا كان علاقتنا ما تكونش متينة بين الزوز بلدان، ربما نجم نعمل شيء. لابد تكون علاقة أهم شيء، العلاقة ومن بعد تجي الأعمال. أهم الأعمال هي سلوكنا وأخلاقنا. أهم شيء دي مركز على سلوكنا وأخلاقنا، إذا كانوا يكونوا في المستوى العالي فمنتوجنا وثقافتنا تولي في مستوى أعلى وأعلى. وهذيك هي الشعوب كما قال الآخر ما ترميش المنديل، والشعب التونسي مش من نوع اللي يرمي المنديل برغم الظروف الصعيبة، إن شاء الله نتعداوها على خير. ونرجع نقول معناها هذاك هو الهدف نتاعنا، ما يزناش نقفوا، يزنا دائما نحاولوا باش نعطيه التصويرة الحقيقية على تونس. أتيناك بالفقر يا رغم غياب الثقافة وحضور الثقافة في بعض الفترات في تونس، اليوم مع مارسيليا عاصمة الثقافة الأوروبية نجم نكون عنصر فاعل. قدرة ربي الفوتور جو معناها سي، معناها ديما نتحرك وبرغم ممكن احيانا كيما قلت نتعداو بمراحل مش كيما نحبوها، لكن الباهي في التونسي ديما فما طموح في داخله، ديما فما تفاؤل، ما يلزمناش نقفوا، معناها ديما فما يلزم ديما فما امل، ديما نحاولوا. التظاهرة هذه تحت عنوان قرطاج تحتفي بمارسيليا، جي نهار ونشوفوا مارسيليا تحتفي بقرطاج ان شاء الله. احنا نخدموا على البروجي هذا جوستومون، انا حبيت فما بارتي كانت ريزيرفي بور لي اسوسياسيون، حبيت باش نجيب لي اسوسياسيون لي فرونسيس باش يعملوا كونتاكت مع لي اسوسياسيون تاع تونس. علاش؟ باش كيما احنا كيما قلت انت جينا لهنايا لمارسيليا وعملنا، وهما زاد يمشيوا لتونس ويعملوا غاديكا. يا ريت هذا اللي نخدموا له، معناها يا ريت 23 سنه استقبلتنا كفنتنا كلمت سكتنا من فهمنا حتى قمة الحياة أيام الموتى في الانتخابات حتى لو كشواب من فهمنا توا فهمنا فرحت الشوب حتى تقنوب حبيت كرسي ما صرنا فهمنا حوالنا في وزن السويسرا خليت البلاد الميزرا عتنتي وحنا توا كيف تخرج من تونس وتعمل حفلات وتقيم حفلات، فمش من الجمهور اللي يطلب منك ولا يقول لك فوزي رجعنا الفوزي بن قمر القديمه؟ يقولوا لي شخص عارف ناس جيد، اما شنو نحس في عينيهم ثم البعض منهم عنده حنين. حتى
تم التنهيدة بتاعك نحسوا فهم حنين؟ لا نعرف نحس بعينيهم فيهم قطرة. ثم البعض ثم تو مثلا في الصغار اللي عمرهم 15-16 ربما باتهم وماتهم يحكيهم عليا، ربما يعرفونيش فخلتوش عليا خطر. أنا ما تنساش اللي عندي 12 سنة قصيت، لكن تحس البعض منهم عنده حنين. سلامي على من قال نفرحوا برشا كي نلقاو فنانين تونس بتبيع شمو عليهم ريحه البلاد هما حاسين بريحه تونس جابوها معاهم جو التحفون كل شيء تعدى باهي مي يزيدوا يزيدونا معلومات عشان عرفنا معلومات بغل زامي عملتوا شويه اغنيه بركوا كهوة نحبوا احنا اكثر شو كهوة انا دخله وخارجه كهوة شهوة فسح مشيتو حكايه فيغه هذا شو ليه بون زافي دوني انفي بزاف بارتي ان كورا نيرسا لورغانيزاسيون بوبليسيتي احنا عرفناها وازار ديجا عرفنا اللي ثما لا فوار وعرفنا ثما لا سواري هذه شويه اورغانيزاسيون ويعلمونا باش نحضروا نكونوا ديما مع بعضنا تويسا مع بعضنا مهرجان طفى شمعته لحداش دورك برفيها ولا ينجم ينافس مهرجانات كبيرة أخرى. ليلي العزف المنفرد بسوسة خلت سوسة تسافر من بلاد لبلاد ومن عزف العزف ومن لحن اللحن هاو إيران هاو تركيا مصر وبطبيعة تونس. المهرجان ذي خرجنا على العادة وخلينا نكتشفوا اللي الفنان مش هو بركة استغدو لسواغي، حتى العازف ينجم يكون استغدو لسواغي من خلال العزف. يظهر لي انا كي سمعت ستار دو لا سواري ندورها عازف فماشي من ولي ستار. هيدا نشوفه مع هيلا الذويدي في روبورتاج وانا خليني نعزف شوي فماشي من ضمن بلاستي ونولي ستار. هذه أول تظاهرة على المستوى الوطني اللي تراهن على الموسيقي كعازف. أنا فرحان برشا ما مهرجان في مدينة هي المعروفة مركزية الثقافة في العاصمة. إنه بدينا نقضيه على مركزية الثقافة وهي مركزية ويتعملوا دي زيفينمون في مدن داخلية كيما سوسة. أولا تستقطب ثم سياح اللي ما شفتهم دخلوا وتفرجوا ثم سياح وأنه ثم توانسة ينحيوا إرهاق وتعب الخدمة ويسموا الموسيقى جديدة. فما موسيقى راقية وفما بحث موسيقي تشنفت الأذنين اليوم صحيح ويعطيهم صحة معنا سواء العزف التونسي أو المصري يعطيهم صحة. يظهر لي صارت حملة نظافة في سوسة صحيح يمكن على مستوى الأذن وما أحوجها البلاد توا اليوم تونس ما أحوجها المثل هذه الحملات حملة نظافة على نطاق عالمي معناتها على وكأنهم على شاركوا في حملة نظافة مختلف المتطوعين من العالم على حملة نظافة كبيرة خاصة في المدة هذه بعد ما عليها التلوث الكبير والكبير جدا من التلوث السمعي الموسيقي معناتها على الأقل فعلى مستوى العزف نقولين حيث كامل لو العازف قاعد ورا الفنان متركن من تالي لا واحد شافه لا واحد قالوا يعطيك الصحة اليوم ليه العازف انفاس
هو الأستاذ معناه. هذه حاجة باهية، والعزف هو أساس الموسيقى. الموسيقى بلاش عزف ماهيش موسيقى. يزي من الفنانين لي ستار وديما واهم العازفين تبارك الله، حياته كلها عداها ويعزف ويطور في إمكانياته، وفي الآخر بكل ماهوش هو ستار، حان وقت يولي العازف ستار. المهرجان ده أجمل ما فيه إن هو بيسلط الضوء على العازف اللي هو ضلع أساسي من أضلاع الفن، العازف. لأن أنت مش ممكن هتعملي مزيكا ومش تحتاج العازف، مين اللي عازف المزيكا دي؟ ما هو العازف. أيا كان المؤلف حلو وحش، موتسر، طباخ، بليغ، عبد الوهاب، عربي، شرقي، غربي، هندي، اللي هيعزف هو اللي هيطلع، هو اللي هيوصل، هو الأداة، هو الرئة اللي بتطلع المزيكا. والعازف مظلوم دايما زي ما حضرتك بتقولي، محطوط ورا. أنا رافض المكان ده. في الوقت اللي الناس الكل فالحة في الحديث اللي ما عنده وين يهز وما عنده وين يجيب، باهي كي واحد يعمل مهرجان للاستماع والاستمتاع. كلامك صحيح، حكيت على مو سياسي، البلاد فادين العباد من السياسة والعرق والمشاكل. كيما عنا برشا فالحين كان في الحديث، عنا زادة برشا اللي فاعلين بالحق وقادرين باش يقدموا حاجة اللي فيها متعة وفيها إفادة للبشرية. كان نخرجوا على الموسيقى يولي درس في السمعان هذا، معناها نحيوا الجانب الموسيقي، نسكتوا ونسكروا الستار ونشوفوا ناس ونقول له يا ناس إذا شوفوا راهو فما الموسيقى تعلم الناس تنصت. ماذا بينا السياسيين يجيوا يسمعوا النوعية متاع الموسيقى هذيك، مش باش يتمتعوا بالموسيقى، مع الأقل يستمتعوا بفن الإنصات. لو كان تعزف موسيقى لزعماء السياسيين سواء في مصر أو في تونس، شنو تعزف لهم؟ حلوة وكذاب ليه صدقتك، دارت الأيام، ولا عايزنا نرجع زي زمان؟ قول زمان ارجع يا زمان. عايزنا نرجع زي زمان، دي برضو احنا كناش مبسوطين، ما نكذبش على بعض، ما كناش مبسوطين. اللي بيقول يوم من ايام فلان او يوم من ايام علان او الكلام ده مش يعني مش مظبوط. الناس كانت بتقول كان حالنا احسن، انما برضو ما كناش تمام، ما كناش 100%. احنا دايما بنسعى للافضل ودايما عايزين الاحسن. امبارح كنا 50%، النهارده بقينا 30%، مجهز بكره نبقى 70-80%. فانا شايف وحلو وكذاب طبعا برضو، يعني وعود وكلام اتقال كتير وما فيش حاجه منها اتحققت. انا شايف عن نفسي لغايه دلوقتي ان الثورات العربيه لسه ما اثمرتش الثمر المطلوب او اللي احنا قمنا عشانه، سواء هنا او هنا او هنا او في اي حته. بس بندعو الله ان اللي جاي احسن، اكيد اللي جاي احسن، لان مفيش اوحش من اللي احنا فيه ده. أنا ماذا بيا لو كان كل أعضاء المجلس التأسيسي اليوم وكل أعضاء الحكومة وكل زعامات الحكومة كانت اليوم حاضرة في سوسة باش تتعلم تسكت وتسمع. صحيح، خاصة كيبدا عازف كيما حمدي مخلوف، طاقة شابة في البلاد موجودة، ودكتور يخاف ما عندي موسيقى ولا كأنه وجداء يعني في البلاد. أنت البرة تبارك الله وفي تونس يعلم الله. ممكن سي بوسيبل، ممكن الموسيقى اللي نخدمها ولا الالحان اللي نالفهم
ما هماش ممكن مش داخلين في ثقافة التونسي، في ثقافة السمعية عند التونسي، ممكن البرة ينجحوا خير. اليوم السياسيين قتلوا فينا الإحساس، جيتوا أنتم الفنانين، جيتوا أنتم العازفين وأحييتوا إحساسنا، خليتونا نحسوا من جديد ونقولوا فرصة، ربما الفن ينقذ الثورات العربية، ربما الفن ينقذ البلاد. ما هم يعني ما هو الموضوع، موضوع السياسة ده يعني بيقتل فينا حاجات حلوة كتير، إنما عمره ما يقتل فينا الفن. عمر الفن ما يقف، لأن الفن هو طيار، هو بحر، هو موج عالي ما حدش يضرب قدامه. كل فنان سفير لبلده، والسياسة بتيجي لغاية مكان معين بتحاول توقف وتعطل وتقتل وبتغير المود، بتخرجنا بره إحساسنا وبتخرجنا بره الحالة المزاجية الحلوة إن احنا اللي بتاخدنا بعد كده إن احنا ممكن نفرز فن. راهو الفن هو اللي باش ينقذ البلاد، يعني إذا كان نحكي هو بوليتيك، الفن لا أخصف غالموت، ولا سي تو سكو جي أدير.